ونروح للترويج السياحي. انا كتير جدا بشوف على السوشيال ميديا، بيعجبني ده قوي، شباب كتير جدا يعمل لك فكره اليوم الواحد، حد يروح مكان فيصوره ويقول لك يعني ممكن لو رحت المكان ده تستفيد بيه في ايه. ودي الحقيقه بقت يعني حملات كتيره جدا موجوده على السوشيال ميديا، وانا بشوفها انها مفيده. اهي دي الحاجه الوحيده من الحاجات القلائل اللي بنستفيد منها الحقيقه، حملات زي دي تفيد الناس وفيها معلومه. في مبادرة لطيفة جدا اسمها نعرف مصر، والمبادرة دي فيها ترويج سياحي، وبيتضمن إيه؟ حزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية علشان تعرف الجمهور بالأماكن السياحية والأماكن الأثرية. عندنا أماكن كتير جدا ممكن ما نعرفش حاجات كتير عنها، وده من خلال الفعاليات بقى إيه، بيعرفوا الطلاب والأماكن الأثرية اللي مش معروفة قوي في مصر، ويعملوا رحلات مثلا محلية لطلاب الثانوية العامة ويعرفوهم بتاريخ بلدهم. وفي أحيانا بتبقى فيه رحلات بسيطة جدا وأماكن بسيطة، بس الناس بتبقى سعيدة. زي ما انتم شايفين في اماكن كتير اثريه ومختلفه وحاجات حلوه، وبيبقى الناس تقول لك ايه ده، هو المكان ده موجود؟ رغم ان الحاجات يعني طبعا وزاره السياحه بتحاول طول الوقت وفي اماكن اثريه، بس احيانا فكره ان الناس تشوف طلاب او ناس شبهها راحت الاماكن دي ويصوروها بشكل معين ويشرحوا عنها بتقرب اكتر المسافات. ندى زين هي مؤسسة مبادرة تعالوا نعرف مصر، الاسم حلو قوي، وتعالوا نعرف مصر، وتعالوا نشوف كده ندى زين عملت ايه. مساء الخير يا ندى. مساء الورد. مساء الورد والجمال. اولا الصور مبينة قد ايه، يعني انت يعني المبادرة اولا جت في دماغك ازاي يعني؟ الحمد لله. بصي انا دراستي كانت جغرافيا، بحكم دراستي فكنت نفسي الناس تشوف الاماكن من منظور تاني خالص، وفي نفس الوقت نغير فكر الناس اصلا على الجغرافيا، ان الناس كتير اساسا ما بتحبش دراسه الجغرافيا. صحيح. فالحمد لله لما انا دخلت في مجال الماجستير كنا بنطلع رحلات في الجامعه، رحلات بعيده واماكن مميزه ومختلفه، فما فيش مكان رحته الا لما الاقي ان الاجانب هم اللي بيروحوا الاماكن دي. صحيح. فبالتالي قلت لا طبعا، احنا الناس المفروض تعرف بلدها اكتر من كده عشان الوعي نفسه بيزيد، وبالتالي تراثنا، الحفاظ على تراثنا هيزيد. ولما مش لازم اكون دارس عشان اعرف، العكس. أيوة. انا ممكن انزل واقرا كلمتين او اعرف معلومتين، خلاص بقى عندي فكره عن المكان كله. فمن هنا عملت المبادره 2014 الحمد لله. انا كنت شايفه حاجه عند السلطان حسن كمان، صح؟ لا ده حاجات كتير. انا الحمد لله عملت 210 رحله الى الان. 210. انت عارفه كمان هي المشكله ايه يا ندى، انه الناس بيبقى فيه تفاصيل لطيفه، يعني لما بتروحي الاماكن الاثريه وتعرفي، يعني انت بتكلمي عن جغرافيا لكن هي جغرافيا وتاريخ وزمن وحقب مرت على مصر وحضارات، فالناس بتجمع حاجات كتير جدا في زياره واحده. بالظبط، هي دي النقطه اللي كنت عايزه اقول لحضرتك عليها، ان الناس لازم فكره الدراسات الاجتماعيه نفسها. هو صحيح. احنا اساسا الدراسات الاجتماعيه دي عباره عن ايه؟ انت بتدرس تاريخ الحاجه ومكانها، فهي ريليشن، يعني هي علاقات. وانا لما انزل على ارض الواقع اشوف مثلا احنا خدنا ياما في التاريخ اسره محمد علي. صحيح. انما انا لما انزل مثلا على ارض الواقع واشوف مثلا القلعه، لما انزل مثلا واشوف تاريخ المماليك، وانزل واشوف وطبعا يعني حتى في دلوقتي اتجاهات روائيه كمان ناحيه التاريخ والمماليك، ولينا ناس كتير نعرفها روائيين كبار. طبعا دكتوره ريم بسيوني. دكتوره ريم بسيوني يعني الحقيقه ثلاثيه اولاد الناس طبعا، وحاليا عملت القطائع كمان عشان احمد ابن طولون. فدلوقتي بقى فيه حقيقي هي نفسها بتنزل نفسها منهجي. بتقابل. أيوة انا حضرت بتقابل القراء في الاماكن دي اصلا. هي بالمناسبه صديقه شخصيه، فانا طبعاً. يعني بقول لها كل المحبه ليها طبعا. فبالتالي الجولات مش بس ان انا انزل اقول كلمتين عن التاريخ او الاثر الفلاني او صحيح. لا احنا بنتكلم عن، هي زي ما بقول لك ايه، هي شامله حاجات كتير. الناس نفسها بتتعرف على بعض، يشوفوا اجواء جديده فيها طاقه ايجابيه. يعني انا حاليا، وده بداته من سنه بساعه الكوفيد الكورونا، لما كلنا قعدنا في البيت، طب أيوه. انا هعمل ايه؟ مش هنعمل رحلات فيها اتوبيس، طب ما ننزل نعمل ووكس، نعمل تمشيات في الاحياء القديمه. طب في ناس بتقول الرحلات دي بتكلف قوي، انت تردي تقولي ايه يعني؟ بصي انا الحمد لله رحلاتي هي المبادره مش تجاريه، هي المبادره بتبقى التكلفه على الحاجه بالظبط. لو هنجيب باص، لو في جايد،
صح. طبعا انا ببقى مهتمه كتير جدا لو رايحين مكان فيه حرف يدويه لازم ننفع الناس دي ولازم طبعا نشتري منهم. حتى حاجات رمزيه يعني انا لسه كنت عامله ازاز او نحاس او فخار او طبعا ودي طبعا حاجات قويه جدا لان دي كمان استدامه للحرفيين دول طبعًا. انا كنت لسه عامله من اسبوعين رحله لدهشور عملت أيوة. حصاد المانجا والذره ايوه تحفه فكانت رحله ريفيه يعني الناس مش مضطر ان انا اسافر محافظه بعيده عشان صحيح. اشوف الاجواء الريفيه لكن دهشور دي مثلا دي لازم يتم الالقاء الضوء عليها في السياحه البيئيه صحيح جدا لا واللي هي اللي هي زور بلدك وتعرف عليها واستمتع بيها يعني يعني انت يعني كمان مش بس تزورها انا الحمد لله الناس اللي بتيجي في الرحلات ناس جميله جدا ناس كلها طاقتها حلوه فبالتالي الناس بيبقى عندها شغف هاي الرحله اللي بعد كده ايه يا حاجه جميله وانا ببقى والله سعيده الحمد لله. جدا مبادئ الرحله الجايه انا هاجي معاكي يا زين يعني بعد بكره يلا تعالي عاملين ووك في مصر الجديده اكيد والله انا لازم اجي معاكي رحله من الرحلات دي باذن الله ونشجع الناس انا بشكرك جدا يا زين ومبادره حلوه وكملي لانه الجغرافيا تتعانق مع التاريخ دايما بشكرك جدا يعني ندى من الناس اللي في حقيقي ناس ايجابيه وفي حالات إيجابية أنا بحب هذه الحالات الإيجابية صدقوني دي بلدنا دي مش جميلة وبس جميلة جدا لأنه أنت عندك أماكن في البلد دي تقدر زيارة اليوم الواحد دي بديعة وموجودة ممكن تكون مش بس أنا لازم أكون في القاهرة وأزور ممكن أزور حاجة في محافظة جنبي وممكن أزور جوه المحافظة بتاعتي يعني يبقى في أماكن كده نقدر نزورها ونتكلم عليها واللي عنده معلومة يقول للتاني وبالتالي بتبقى بالذات الأطفال الحاجات دي بتلتصق بيهم أكتر من إنه يقرأ من كتاب صدقوني بتفرق كتير قوي قوي وعندنا أماكن كتير في مصر بديعة أحيانا بنعدي كده من جنبها ما نبقاش عارفين إيه اللي حصل أو حتى ما نسألش هو ليه الشارع ده اسمه كده يعني أحيانا أنت بتبقى ساكن في شارع مش عارف هو اسمه كده ليه يعني حتى نفك حتى الرموز اللي حوالينا دي واحنا يعني عايشين ومش عارفين هي ايه دي مبادرات لطيفة واجتماعية وشباب بيبذلوا مجهود علشان يقدموا حاجة حلوة لبلدنا